مرحبا بكم. هل حاولتم من قبل وضع اخطبوطا في احدى البرطمانات؟ اذا لم تقوموا بفعل ذلك من قبل فسوف يذهلكم ذلك الفيديو. يوجد بعض الحيوانات المختلفة التي تدهشنا بذكائها ومهارتها. فالحيوانات مثل الاخطبوط والفئران والكلاب والغوريلا تحمل مهارة ذكائية مختلفة عن جميع الحيوانات. اذا كان لديكم ولعا لمعرفة ذكاء تلك الحيوانات فهذا الفيديو سيفيدكم للغاية. اولا الاخطبوط. يعتبر الاخطبوط عبارة عن جسم مكون من أرجل ورأس غير مغطى، فهو يسير ويسبح في المياه عن طريق الأرجل. يقوم بصيد الطعام من الكائنات الموجودة بالماء عن طريق الاختباء بينهم، كما يستطيع الاختباء جيدا من البشر والكائنات العملاقة. ومن أهم المهارات التي يملكها الاخطبوط هو استطاعته تغيير لونه ولون جلده حسب المكان المتواجد فيه. وتعتبر تلك الخاصية أفضل تمويه حتى يتخلص من الصيادين. تتكون هذه الكائنات الحية من رأس وأرجل لينة وتلوى على أي شكل، ويوجد منها ما يقارب 50 نوعا، كما يستطيعون العيش في جميع البحار. يحتوي جسد الاخطبوط على 3 قلوب حتى يستطيع استخدام كل تلك الخصائص. كما يمكنه العيش بكل حرية حتى في الأماكن الضيقة، وذلك لمرونة جسده. ومثال ذلك، إذا قمتم بوضع اخطبوطا في إحدى البرطمانات وأغلقتم الغطاء جيدا، فمهما يكن سوف يستطيع الاخطبوط فتحها والخروج منها، فهو يستطيع أن يلف الغطاء بشكل رائع مثل عقرب الساعة. ثانيا إنسان الغاب. يعتبر الرجال العلماء أن إنسان الغاب هو أذكى حيوان في العالم. كما يظهر إنسان الغاب حلولا مشابهة للإنسان أكثر من الشمبانزي والغوريلا. فقد أوضحت الدراسات التي قام بها الدكتور النفسي جيمس بجامعة هارفارد أن إنسان الغاب يعتبر أذكى كائن على وجه الأرض بعد البشر، ولا يوجد منهم في العالم غير 50 فقط، مما يجعلهم معرضون للإنقراض. ثالثا الراكون. تملك تلك الحيوانات خفيفة الدم عقلا ذكيا لأبعد حد، فهي تطور بنفسها الطرق التي تستطيع من خلالها الحصول على الطعام. كما يقول العلماء بأنها تستطيع الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة أيضا في عقلها الصغير ذلك لفترة طويلة. كما لديها مهارة التعلم بسرعة، بالإضافة إلى أنه يمكنها تذكر ما تعلمته بسرعة وبدون أي عناء. كما يشد انتباهنا أنها تقوم بالغوص في المياه بعد أن تقوم بالصيد. ومهما كان الطعام الذي صادته نظيفا فلا تقوم بأكله قبل أن تغسله بالماء من أقرب منبع للمياه لها. رابعا الخنزير. نعتاد دائما على رؤية الخنزير بينما يقوم بالتدحرج في الطين والمياه الغير نظيفة، وسبب هذا لا علاقة له بالتربية بل من شعورهم أنه يجب أن يظلوا مبللين دائما. وقد قام العلماء في عام 1990 بعدة دراسات لقياس ذكاء الخنزير، وذلك عن طريق وضع شاشة أمامهم للتعلم وتشغيل مقطع فيديو، فوجدوا أن نسبة ذكائهم وسرعة تعلمهم بالضبط مثل القرود. كما أنه عند النوم يرون الأحلام ويحفظون الأسامي التي تطلق عليهم. وبعد التجارب التي تم تطبيقها عليهم وجد أنهم يستطيعون القفز فوق الخشبات، وكذلك يستطيعون الإمساك بالنباتات. خامسا الغراب. يعرف الغراب أن نسبة ذكائه تتعدى جميع الطيور، فقد ظهر من خلال التجارب التي تم عملها في جامعة أكسفورد أن الغراب يستطيع استخدام أي وسائل للحصول على الطعام. فقد قاموا بوضع طعام داخل أنبوب رفيع وطويل للغاية، وقاموا بمشاهدة ما سيفعله، فوجدوه قد استخدم إحدى البتلات الموجودة في المكان، وقام بجعل طرفها مقوسا، وحتى يستطيع أخذ الطعام. كما استطاعت الغربان النجاح في تلك التجارب بكل سهولة، وكذلك تخبئة الطعام لمدة طويلة. سادسا الكلب. يملك الكلب ذكاء طفل بعمر عامين، ومن صفاته أنه ينفذ الأوامر المعطاة بدون أي تقصير، وحاسة الشم عنده قوية إلى أقصى حد. فإنه حتى إن كان في مكان واسع جدا يستطيع أن يتعرف على المناطق المطلوبة. إن الكلب حيوان اجتماعي وذو خصال حسنة لأقصى حد. سابعا الفأر. من يخمن أن الفأر حيوان ذكي يمكن أن يندرج ضمن هذه القائمة؟ نعم، حتى وإن كان الفئران في الوقت الحاضر مستويات ذكائهم طفيفة، إلا أنه من ضمن الحيوانات الذكية. إن ذاكرتهم التي تساعدهم على التذكر هي طويلة الأمد، وإنهم يملكون قدرة عالية على التأقلم على الأوضاع سريعة التغير. ثامنا الدولفين. عند النظر لنسبة العقل وفقا لكتلة الجسم، فإن الدلافين ذو الأنف الضخمة ستكون هي الحيوانات ذات العقل الأكبر في عالم الحيوانات. وهذا النوع يملك مهارة عالية في الاتصال، وأنهم يستطيعوا بأن يظهروا هذه الميزات ويجعلوا أنفسهم مميزون بها.
شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.